مساء الخير واهلا بكم في القاهره 360، وبرحب بزميلتي العزيزه دينا عبد الكريم. ازيك يا دينا؟ اهلا بيك يا احمد، ويعني حلقه موفقه النهارده ان شاء الله. احمد كل اسبوع بيجي لنا اسمر من اللي قبله، فعايزين الصيف يخلص يعني. انه البحر يا ساده. لو كان الرئيس مبارك، طبعا وله ما له وعليه ما عليه، بس لو حبينا نمسك خطا معين غير التعليم والصحه جوه مصر، لو مسكنا السياسة الخارجية وحبينا نقول فيما أخطأ مبارك، في رأيي الشخصي مبارك أخطأ بعد إيديسا بابا لما أهمل إفريقيا تماما. مبارك أهمل لما تعامل مع رؤساء الدول بدرجات، يعني ده درجة أولى تانية تالتة، والرئيس ده وزير اللي قبله، لكن ده والإشاعة بتاعت المليون دولار والكلام ده كله ادوا انطباع مش حلو، يعني بعدنا عن أفريقيا. وبنفس المنطق لو كان أجاد الرئيس عبد الناصر في شيء، فهو أولا كان في سياسته مع أفريقيا. اللي مش واخد باله من أهمية أفريقيا لمصر يبقى لازم يقرأ التاريخ كويس. اللي عمله الرئيس عبد الناصر في الستينات والأواصر والود والعلاقات اللي كانت مع أفريقيا وفقدناها في العقد الأخير بالذات، دفعنا ثمنها في اتفاقية حوض النيل، دفعنا ثمنها في إسرائيل اللي اقتحمت جوه أفريقيا في كل خرابة ليها عفريت بالبلدي كده. الناس دي ممكن نطبق عليها المثل الشعبي لما يقول لك ايه، لاقيني ولا تغديني. هو عايز يحس ان في نديه. لما الرئيس السيسي النهارده يزور رواندا ويتعامل معها بكامل النديه والاحترام، ويزور الضحايا، النصب التذكاري لضحايا الاباده الجماعيه. طبعا رواندا دي عشان بس ما حدش يبقى فاهم غلط، هي كانت طبعا حروب الهوتو والتوتسي اللي كنا بناخدها في المدرسه، وكان فيها مجازر ومجاعات، لكن دلوقتي بقت بلد زي الفل، وبينظر لها اقتصاديا انها صاعده وانها من انظف البلاد. تنزانيا ورواندا واوغندا ودول اللي فيها منابع للنيل، الدول دي لازم نحتضنها، لازم ناخدها في حضننا. فاللي بيحصل ده عين العقل. لازم نحترم الدول دي، لازم نتواصل معاها بمنتهى النديه. وبحط 100 خط تحت النديه، يعني زيك، انا مش اليد العليا، لا، انا جاي اتعاون معاك. النهارده الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأ جولة رئاسية هتشمل تنزانيا ورواندا وتشاد والجابون. المباحثات هتتضمن مجال تجاري، سياحة، زراعة، طاقة، لجان مشتركة، يعني تعاون، يعني خدهم بالبلدي برضه، خدهم تحت باطك، يعني خدهم في حضنك. وده المطلوب، زي ما احنا مطلوب يبقى لنا عمق عربي، عمق في الدول الإسلامية، عمق أوروبي أو بحر أو متوسطي، لازم يبقى لنا عمق أفريقي ونهتم بيه جدا، ونبدأ نزيل كل المعوقات اللي قدامنا معاهم اقتصاديا، تحويلات بنوك، تصدير، استيراد. أتمنى أن تسفر الزيارة دي عن يعني أخبار إيجابية، وأن احنا لازم ننظر لها بمنتهى الاهتمام بما لا يقل عن زيارة لأي بلد أوروبي أو لأمريكا. العلاقات بين الدول زي ما أحمد كان بيقول لازم يكون فيها قدر من الندية. في شكلين من أشكال العلاقات اللي يعني بتقع فيها الدول، أنه إما شكل من التعالي، وده حصل تاريخيا ما بين دول كتيرة ودول إفريقية شقيقة، مش بس من مصر، لكن حصل من دول كتيرة جدا، والدول دي كلها أدركت حجم الغلط ورجعت بتصلحه، التعالي. وكمان في طريقة تانية من التعامل، وهي التدني، يعني العكس تماما، انك تروح تتعامل مع دولة وانت بتحط نفسك في مرتبة أقل، وانت بتحط نفسك كدولة في مرتبة أقل، فأنت بتحط مواطنيك كمان في مرتبة أقل، وده كمان غير مقبول وما بيخلقش شكل جيد من العلاقات. الأصل في العلاقات أن العلاقات بين الدول لا تحكمها أصلا المشاعر، لا تعالي ولا تدني. العلاقات بين الدول تحكمها ندية، مصالح مشتركة ومكاسب مشتركة. ده اللي يضمن أنه مواطني أي دولة في أي دولة أخرى يعاملوا بأفضل معاملة. وده بالمناسبة الحالة من التعالي اللي كنا بنعامل بيها أفريقيا انعكست حتى على سلوكنا كمواطنين. احنا بنعامل المواطن الأفريقي، أو طبعا مش كلنا، لكن في بعض الناس عندها نظرة مريضة جدا في التعامل مع المواطن الأفريقي الملون زي ما بيقولوا. لكن العلاج من الحاجات دي يبدأ سياسيا وينعكس كمان اجتماعيا. طيب دينا، بمناسبة أفريقيا بقى، خلينا جوه أفريقيا ونروح لتونس. بوادر، مش عايز أقول أزمة، ولكن احتكاك. تونس طول عمرها، مش عايز اقول كلمه علمانيه لان الكلمه دي البعض بيفهمها غلط، ولكن هي تونس طول عمرها تقدميه. تقدميه بمعنى ان الحبيب بورقيبه زي ما هم بيسموه، او الحبيب بورقيبه بلغتنا، هذا الرجل اللي حكم تونس ل 30 سنه كان دايما ليه اراء قد تبدو جريئه وصادمه،
فيما يخص المرأة بالذات. الراجل ده من 50 60 سنة منع تعدد الزوجات، عشان كده الستات في الوطن العربي يموتوا في الراجل ده، يعني حقق لهم اللي بيحلموا بيه. الراجل ده ادى الست التونسية حقوق يمكن اكتر من الست الاوروبية. فدايما تونس بتبقى هي الشرارة، هي اللي بتطلق ما يخص حقوق المرأة. ولكن هل معنى كده ان هو يعني كلامه يمشي علينا، او كلامه ده ممكن يخرج خارج حدود تونس في دول اخرى تطالب بالمثل؟ ده اللي احنا حصل، يعتبر ان صدر قرار، او هو الراجل السبسي قائد الباج السبسي رئيس تونس الحالي تحدث منذ عدة ايام، قال يا جماعة المرأة في تونس من حقها تتساوى في الميراث مع الرجل. وقال حاجة تانية ان المرأة الزواج التونسية المسلمة من غير المسلم ده برضو من حقها انها يعني يبقى في نوع من الحرية. وطالب يعني الحكومة بأنها تجد مخرج لكده، أو مش عايز أقول مخرج، إن هي تشوف تكييف أو تحيز الموضوع بلغة المحامين. وبالفعل أصدر مفتي تونس الشيخ بطيخ قال أن هذا الأمر يتفق مع صحيح الدين، هو شايف كده. النهاردة أو امبارح صدر تصريح من الشيخ عباس شومان وكيل الأزهر الشريف اعترض على مثل هذا الدفع. طيب هل الأزهر بصفته أكبر مؤسسة سنية في العالم من حقه أن هو يغطي منطقة العالم الإسلامي والعالم العربي كله؟ رد عليه النهاردة القيادي التونسي بسيس، قال له لو سمحتم ده شأن تونسي داخلي ملكوش دعوة بيه. طيب الصح فين؟ هل إحنا ملناش دعوة ونتفرج، ولا الموضوع قبل ما يوصل لمصر من حقنا أن إحنا نقول الأطروحات الدينية السليمة فيه عشان ما نلاقيش حركات بتطالب بيه؟ طيب ناخد رأي الأزهر. دكتور عبد المنعم فؤاد أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر. دكتور عبد المنعم مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا ومرحبا أخي الفاضل. مرحبا. أتمنى ما كنش شرحت الموضوع بأي يعني انحياز لأي طرف، لأن هو حكاية مش يعني حتى الآن ما يعتبرش يحتمل وجهات نظر غير المتخصصين. بس عايزين نعرف من حضرتك، هل الأزهر كلام الشيخ عباس شومان يعني اعتراضه على ما يجري في تونس، ولا هو بيعمل زي ما نقول ضربة استباقية للي ممكن يحصل في مصر؟ أنا بس ما أعرفش، ما سمعتش حضرتك يعني إيه. طيب خلينا نسألك دكتور عبد المنعم، أكيد حضرتك متابع للتحركات اللي بتحصل في تونس في الحراك المجتمعي. أي في تونس. نعم. نعم. وتحديدا أكبر قضيتين تم إثارتهم هو مساواة الرجل والمرأة في الميراث، وزواج أو جواز زواج المرأة المسلمة بغير المسلم. تعليق حضرتك على الطرحين دول، لأنه هم دول اللي هم مثار تساؤلات كتيرة، أنه هل سينسحب هذا التوجه إلى باقي الوطن العربي؟ لا هذه الأمور من الثوابت بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا. هذه الأمور من الثوابت، لا يصح اللعب في هذه المنطقة أبدا. هذه أمور شرعها رب العالمين، فالذي يعترض لابد أن يكون عنده علم وأصدق من رب العالمين. والله تعالى يقول ومن أصدق من الله قيلا ومن أحسن من الله حديثا. الله تبارك وتعالى لما شرع تشريعات جعلها إما بصفة عامة ثم يجتهد الناس حولها في أمور بعدما يبين معالمها، يا إما أن يفصلها تفصيلا دقيقا إذا كانت المسائل تتعلق بالأمور بالذمات المالية بالذات في مسائل الديون ومسائل الميراث. تمام. الله تبارك وتعالى في قضية الميراث فصلها تفصيلا في صورة يعني لا يزايد علينا أحد بأن حق المرأة قد ضاع، بل هو في صورة تسمى صورة النساء وليست هناك صورة للرجال. في هذه الصورة فصل الله تفصيلا قضية الميراث، ثم بيّن في النهاية قال تلك حدود الله، تلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله يدخله نارا خالدا فيها. فالمسألة فيها جنة ونار، فيش حد يلعب فيها وفيش حد يجتهد حواليها. ده تحديدا سؤالي. ده تحديدا سؤالي. احنا عايزين نفك اشتباك يا دكتور دلوقتي. أوكي. عايزين نفك اشتباك حاصل عند الناس دلوقتي. يعني بنتكلم ان تونس دولة بتتجه نحو العلمانية، والعلمانية هي ببساطة كده فصل الدين عن الدولة، وانه لا تكون الدولة مرتبطة او بتشريع الدولة لا يتم فرض دين رسمي في التشريع. فهو السؤال يا دكتور، السؤال حضرتك تحديدا، لو الدولة تبنت المنهج العلماني والمتدينون التزموا بالدين، هل ده يعمل أي مشكلة في شكل المجتمع؟
سيدة الفاضلة، الدين لم يؤتى ليوضع في متحف، الدين جاء ليحدد معالم الحياة، هو كتالوج الإنسان الذي خلقه الرحمن. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، ولم يقل خلق الإنسان ثم علم القرآن، وضع البنية الأساسية الأولى قبل بناء الإنسان، فقال القرآن، علم القرآن، وبعدين جاءت الآية بعدها خلق الإنسان. ليه كده؟ علشان يقول إن تشريعاتك قبل ما تيجي في واحد واثنين وثلاثة هتمشي على ضوءها، أنت مش هتتعب في حياتك. فالذي يعدل على الصانع المفروض يكون أعلم من الصانع. الإنسان، هل الآلة تستطيع أم تعدل على المهندس، أم المهندس هو الذي يعدل في الآية؟ طب دكتور عبد المنعم، معلش أنا هختلف مع دينا في حاجة، هو الواقع في تونس مش يعني الواقع فيها مفتي الديار التونسية أو معرفش هناك بيسمى إيه، وهو مفتي تونس أقر بصحة ذلك دينيا، أكيد الراجل برضو عنده حجة لكده. يا سيدي ليست هناك حجة بعد حجة الله تبارك وتعالى. القرآن لم يضع ثغرة واحدة ينتهزها بعض الناس حتى يتحايلوا على القرآن. هؤلاء العلمانيون الذين يقولون نحن نريد فصل الدين عن الدولة، لو صدقوا ما اقتربوا من الدين، لكنهم يريدون أن يفصلوا الدين عن الدولة ثم يقسموا فيما قسمه الدين. يعني حضرتك بتتهم مفتي يعني كده بناء يعني ان مفتي تونس علماني او بعيد عن الدين؟ ما هو راجل عنده حجة دينية. عن الدولة العلمانية، لا انا بتكلم على ان مفتي تونس اقر بصحة الامر دينيا. لا يعرف الحق بالرجال، انما يعرف الرجال بالحق. فإن كان طب البعض بيقول يا دكتور عبد المنعم، البعض بيقول ان ده طرح او تفسير مختلف. ليس هناك طرح، هل هناك طرح في تعديل صلاة الظهر والعصر؟ بالتأكيد. لا بص دكتور معلش انا هختلف مع حضرتك وهطرح مجموعة تساؤلات قد تكون يعني انا شخصيا عايز اعرف الرد فيها. الرق والعبودية ما زالوا بحكم القرآن موجودين، ولكن اوقف العمل بهم بناء على ميثاق حقوق الانسان في العشرينات من القرن الماضي، الكلام ده صح ولا غلط؟ اوقف بناء على انه هذا الداء قد ولى مدبرا. ايوه يعني المهم ان هذا الامر هو دينيا مسموح به. اتفضل يا فندم. الفرصه لديك صح. اتفضل. الدواء في الصيدليه موجود، ان جد الامر فدواؤه موجود، وان لم يجد الامر فدواؤك اطمئن، دواؤك موجود وانت تسير، والوقايه خير من العلاج. لكن قضية الميراث وقضية زواج المسلم المسلمة من غير المسلم دي فتنة في الأرض. طيب أرد على حضرتك بس معلش أنا عايز أكمل سؤالي، أنا قلت نص السؤال، النص الثاني، طب ما احنا عندنا النهاردة المرأة المعيلة أكثر من نص المجتمع، هل افرض حصل ميثاق حقوق الإنسان قال لابد من المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، وهيصطدم ثاني مرة بحكم موجود في القرآن، هل ممكن نرجع على ميثاق ثاني؟ هذه نحن أمرنا أن نطيع الله ورسوله، ولم نؤمر أن نطع الأمم المتحدة. يا فندم ما احنا مضينا على الأمم المتحدة من 100 سنة. ما هو حضرتك ما هو ده يا فندم، ده سبب اللبس اللي حاصل ما بين إذا دعا شخص لتنظيم أمور الناس بطريقة ولم يعني يستند إلى أحكام الدين، هو لا يرفض الدين لكنه لا يريد أن يستند إلى أحكام الدين، وبيقول اللي عايز يلتزم بهذه القوانين الوضعية يلتزم بها، الشخص المتدين يلتزم بالدين. هل ترى يا سيدة الفاضلة، يا سيدة الفاضلة، نحن أمرنا في ديننا لنا ثوابت، حتى لو هناك أمور في الأمم المتحدة أو في حقوق الإنسان تخالف ثوابتنا احنا مش بنوقع عليها يا فندم. ما احنا وقعنا عليها من 100 سنه يا دكتور، على حقوق الانسان في الرق والعبوديه. ماشي، ما هو انت مين قال لك على ان مين الذي قال لغيرك على ان المراه مظلومه في القران؟ مش ما حدش قال كده، انا بقول لحضرتك هو نفرض ان جد دلوقتي ميثاق حقوق الانسان، الامم المتحده بتقول لنا لو سمحتوا امضوا في المساواه الكامله بين الرجل والمراه ومن ضمنها الميراث زي ما حصل في الرق والعبوديه. المساواه الكامله راح نمضي عليها، ولكن ما يخالف شرائعنا وثوابتنا نعطي له ظهورنا بكل قوة. طيب الوصية الواجبة في الأربعينات من القرن الماضي الأزهر أقرها رغم أنها مش مذكورة أو ما كانش في سند لها ضوابط استنباطات العلماء موجودة. بس مش موجودة في أصل الشريعة يا فندم. ولذلك يا أخي الفاضل الوصية الواجبة لها أصول في شرع الله تبارك وتعالى، فالأزهر لم يقر شيء إلا له أصول وله جذور في القرآن الكريم. أنا عاوز بس أوصل المعلومة صغيرة. تفضل يا فندم. هؤلاء الذين يريدون أن يعدلوا ما ثبت منذ 14 قرنا من الزمان، مشكلتهم ليست مع المرأة، وليست مشكلتهم مع أحزاب سياسية، إنما مشكلتهم مع الله، مشكلتهم مع شرع الله.
يريدون أن يقولوا للعالم إن القرآن الكريم فيه ثغرات إحنا جايين نعدلها. يا فندم، ما هو يعدل على الله؟ يا دكتور، ما هو ما ينفعش كل حد بيعدل قوانين نتهمه بأنه ضد الله. ما هم بيرفضوا الدين، كل دين، مش بيرفضوا الإسلام. ألا لعنة الله على حرية تدخل على ما شرعه الله؟ ما شرعه الله ثالث وقع يا دكتور. ولا يزايد علينا أحد. يا معالي الدكتور، سهم المؤلفة قلوبهم عطله سيدنا عمر بن الخطاب وهو مذكور صراحة في القرآن. لم يعطله يا أخي، لا تدخل. أوقفه. إحنا في قضية معينة. لا يا فندم، أنا بقول لحضرتك وقائع، حاجات مذكورة في القرآن ولتغير الظروف في ناس تصدت لها. لأن هناك جذور. أنا مش بقى، أنا ده مش قناعتي، بس أنا بطرح اللي بيتقال. لأن هناك جذور أو هناك أمور وقفت في هذه الحالة، والضرورات تبيح المحظورات. لكن بالزبط. هل ميراث المرأة من الضرورات؟ ما ده سؤالي بحضرتك. هل نقدر نعتبر انه بسبب تغير الظروف وانه المراه بتعمل زي الرجل وعليها اعباء زي الرجل، فنقدر نعتبر ان ده ظرف جديد يبيح انه يتم التغيير في اطلاقا لسبب واحد. لسبب واحد، ان المراه لها اربعه مواضع في كتاب الله تبارك وتعالى. موضع لها فيه النصف، وهذا النصف اذا كان معها اخ ذكر وزوجها يتكفل بها ومالها يكون في ذمتها المالية، وإن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. هكذا وضع القرآن الذمة المالية للمرأة، لا يقترب منها الرجل. هذه واحدة. المرأة القضية الثانية، أن المرأة لها مساواة مع الرجل في وقت ما، لأمه لأبويه للأم والأب لكل واحد منهما السدس. النقطة الرابعة أو الثالثة، أن المرأة تأخذ ضعف الرجل في لحظة ما. الأب يكون له السدس والمرأة تكون لها الثلث اللي هي الأم. النقطة الرابعة، أن المرأة تأخذ ولا يأخذ الرجل من ليما واحدا. إذا مات على سبيل المثال وترك بنتا وترك أختا له اللي هي عمة البنت، وترك أخا من غير أب شقيق، يعني مش شقيق لهم، البنت تأخذ النصف والعمة تأخذ النصف والأخ اللي غير شقيق لا يأخذ شيء. طيب ممكن يا دكتور دي الحالات كده تمام؟ المرأة لها أربعة حالات. طيب خليني في الحالة التقليدية دكتور عبد المنعم بعد إذن حضرتك، أنا بحاول أطرح بس التساؤلات الناس اللي معك. أنا بس عاوز أضع في الأذهان، يستقر في الأذهان أن الإسلام لم يظلم المرأة، إنما أعطاها حقوقها في كل الحالات التي تستحقها، بل تزيد على الرجل وتحجب الرجل نهائي، تقول طيب. لا باي باي. في وقعت، ما أقول لسعادتك حاجة بعد إذنك، واحد اتوفى وسايب بنتين أو بنت، البنت بترث النصف وابن عمه بيرث النصف أو أخوه بيرث النصف، ومراته اللي شقيانة معاه 40-50 سنة بترث التمن، فدي برضو حالات ممكن هي قمة العدالة في الإسلام وقتها، لأن المرأة أصلا ما كانتش بتاخد حاجة. لكن النهاردة في مرأة معيلة وفي مسؤول، في رجالة ما بتصرفش على بيوت، فممكن يكون زي الوصية الواجبة، زي ما الأزهر تصدى في الوصية الواجبة يكون في تصدي لحاجة زي كده. أنا بقول برضو أطروحات الآخرين. يا سيد الفاضل، الحالات التي تقولها أنت تحتاج إلى تفصيل. أولا، لو كانت هناك بنتان بيأخذ الثلثان، وإذا كان هناك 20 رجل بيأخذ الباقي فقط، يبقى من الذي أخذ أكثر؟ دي واحدة. الناحية الثانية، إنه العصبة اللي هي تأخذ الباقي الضعيف ده هتبقى سند للبنتين، لأنه ما لهمش إخوات. فالله لما أعطاهم من الميراث فرض عليهم أن يحموا البنتين. يا دكتور، هو النهاردة في ابن عم والد بيبقى عصب للأيتام؟ أيوة عصب. أمال ليه عصب؟ ليه؟ طيب هستأذن. ما لهوش اخوات. اسمعني طيب. اتفضل يا فندم. عشان نفس المسائل دي. اتفضل. العصب هو الشخص الذي يعني مات وترك بنتان وترك عما واخا عما وابناء عمومه الى اخر هذه الاشياء. هؤلاء بيعتبروا من العصبه، العم ده بيعتبر العصبه. طب والبنتين بياخذوا الباقي اللي انا قلت لك عليه، اللي هو زياده اكثر من الرجال. لو كان 20 راجل، ال 20 راجل دول بياخذوا اقل من البنتين والبنات بياخذوا اكثر. يبقى اين الظلم؟ محدش قال ظلم. طب هستأذن حضرتك، هناخد استاذ. اسمعني بس استاذ، معانا بس مداخله من تونس، هستأذن معاليك. استاذ وسام السعيدي من حركه نداء تونس، القيادي بحركه نداء تونس. استاذ وسام مساء الخير يا فندم.
بالاخير مساء النور. اهلا بحضرتك. تحيه ليك والى كل مشاهدي قناتكم المحترمه. اهلا بتونس الخضراء واهل تونس. استاذ وسام، ممكن حضرتك في عجاله تشاركنا بما وصل اليه المجتمع التونسي ورد كمان فضيله المفتي في على شان تنظيم الميراث؟ شوف، هو للتوضيح حتى يكون كل الناس على بينه، هناك منذ دوله الاستقلال في تونس الى حد اليوم هناك مسار تشريعي متطور بكل جهد وبشكل تدريجي في علاقة بالذهاب القدما نحو المساواة بين الرجل والمرأة. ما قام به الرئيس الأستاذ عبد الرزاق السرسي رئيس الجمهورية التونسية الحالي في مبادرته التي اعتبرها التاريخية يوم 13 أشهر، هو تقدم بطلب ليقوم العقل القانوني التونسي بحل يلائم ما بين المساواة بين الرجل والمرأة وما بين أيضا ولا يصطدم أيضا مع الشريعة الإسلامية. من قال لهؤلاء الناس ان الرئيس البيجيكا يريد ان يغير الشريعه الاسلاميه او يريد ان يغير قانون الميراث والمواريث؟ لدينا في تونس مثلا، اعطيك مثال اختي العزيزه في علاقه بالزواج، هناك الزواج هناك نظام الملكيه المنفرده، وقد وضع تونس منذ سنه 2003 ايضا نظام الاشتراك بالاملاك وهو نظام اختياري. من ادرى من يجادلون الان ويدعون ان السيد الرئيس يريد تغيير الشريعه؟ قد لا نجد حلا طبقيا جديدا يقوم على الاختياريه. نحن لن نغير ما يحصل في علاقه بالميراث وما فرض بصوره النساء وبصوره الفقر او غيره. لكن هنا احدثكم ما ذهب اليه وما يتحدث عنه عديد الفقهاء حاليا من ان هناك اكثر من 30 حاله يكون فيها نصيب المراه في اكثر من الرجل، ادعوهم للتامل قليلا لانه نتحدث عن تفوق المرأة، نتحدث عن هذا في صورة اتحاد جدا سواء من حيث القرارة أو من حيث النسبة. مع حضرتك، اذا حضرتك بتقول ان اللي بيحصل هو محاوله للوصول الى حل يضمن المساواه دون مخالفه الشريعه الاسلاميه. قاله السيد الرئيس في خطابه كان واضحا، قال نحن نسعى الى التقدم لوضع مرأة في تونس من جهة، ومن جهة أخرى لدينا الثقة في العقل التونسي على إبداع حل. أستاذ وسام معلش، الأزهر الشريف أستاذ وسام بعد إذن حضرتك، الأزهر الشريف بصفته أكبر مؤسسة سنية في العالم شايف إن الآية بصورة النساء واضحة وضوحا لا يقبل التأويل، وإن أي تحركات أخرى في إن إحنا يتم تغيير الواقع فيها فهي علمانية خارجة عن الدين. تعليق حضرتك إيه؟ شوف، هو بالنسبه لنا في تونس رغم مصادرنا في القانون اساسا هو قانون مدني ينظم العلاقات بين الناس. واضح؟ هذا من جهه. من جهه اخرى احنا في علاقه بهذا المكان، نحن لدينا رؤيتنا الخاصه بتونس، لدينا الاسلام الزيتوني المستنير الذي قدم للبشريه وللقيمه عامه، قدم لهم زواج القيرواني وقدم لهم الفتاه القيرواني عندما كانت حديث في الاخرى لا تتحدث اصلا عن الحياه. نحن نعيش في هذا المكان، نحن أمة طب ممكن دكتور استاذ وسام بس اذن حضرتك ناخد رد من دكتور عبد المنعم فؤاد. الدكتور عبد المنعم استاذ وسام، احنا عندنا مشكله في اننا نسمع حضرتك. بشكرك، احنا عندنا مشكلة في اننا نسمع حضرتك بوضوح، فهناخد رد اخير من دكتور عبد المنعم فؤاد. دكتور عبد المنعم، حضرتك كنت متابع معانا المكالمة؟ ايوه. انا استاذ وسام بيقول انه ما فيش اي خلاف، انما انه تونس بتقدم رمز للاسلام المستنير وهم بيحاولوا الوصول الى ما يضمن المساواة دون الاخلال بالشريعة. اولا احنا في قضايا الشرع ما فيهاش شعارات. علشان نقول مستنير ومش مستنير، ده احنا اهل النور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، هذه واحدة. الثانية، دعوة المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث فيها ظلم للمرأة نفسها، وهي تتصادم مع أحكام شرع الله تبارك وتعالى. المواريث يا أختي الفاضلة مقسمة بآيات قطعية الدلالة لا تحتمل الاجتهاد ولا تتغير بتغير الأحوال ولا المكان ولا الزمان، ومن 14 قرن ونحن على ذلك والأمة على ذلك. فمن الذي تفتقت عبقريته في هذا الزمان
لكي يعدل على الله ويعدل على الأمة. دكتور عبد المنعم، كلام حضرتك يحمل اتهام صريح للمفتي تونس؟ أنا لا أتهم. لا يعني أو يعني بما يعني أن الموضوع ده مقفول ما تتكلموش فيه، ما تدخلوش فيه الشريعة، صح؟ أنا فهمت كده صح؟ هذا الموضوع إن أردتم أن تأخذوا رأي الشرع فيه وطلبتمونا من أجل ذلك، نحن نقول ما قاله الشرع، إن المواريث مقسمة بآيات القرآن الدلالة قاطعة الدلالة، إن المواريث قسمت تقسيما دقيقا بخريطة واضحة لا اجتهاد فيها على الإطلاق. له النصف هنجتهد في النصف نقول لها إيه، لها الثلث هنجتهد نقول فيه إيه. بشكرك، وضحت رؤية حضرتك. إذن حضرتك شايف أنه لا اجتهاد في هذه المنطقة وأنها واضحة تماما. بشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر. نكرر شكرنا الأستاذ وسام السعيدي من تونس. وعايز أقول حاجة صغيرة بس، يعني إحنا عندنا زميلة جميلة يعني في القناة التونسية بتقول لنا أنه الأمينة يعني زميلتنا في نشرة مصر اليوم بتقول لنا أن الموضوع في تونس معدي هذه المنطقة، وأنه أصلا الزواج والطلاق أحكامه مدنية من فترة طويلة. أنا سؤالي وتاني يا أحمد عايزة أناقشك في الحكاية دي، العلمانية ما هياش أنه ناس ضد الدين، العلمانية ناس تطلب فصل الدين عن الدولة، فهي قصة مختلفة. مبروك للنادي الأهلي الفوز بكاس مصر، بجد كفاية بجد. اتقوا الله يا شيخ، اتقوا الله فينا أهلاوية بقى، اتقوا الله. ما بتشبعوش؟ ما بتزهقوش؟ يعني حتى الواحد عشان يحس بطعم الحاجة الحلوة لازم يدوق الوحش، يعني حقيقي مش كده. مبروك من ورا قلبي للنادي الأهلي الفوز بكاس مصر، وبجد كفاية بقى، يعني كفاية افترا. وتعالوا نطلع فاصل نبارك للأهلاوية اللي عمالين يصرخوا في وداني في الاستوديو. طبعا كالعادة الأهلاوية مكتسحين، وسألنا قبل كده قالوا لنا ان هم 70% من الشعب المصري، فالافترا جامد قوي في الاستوديو. نطلع فاصل ونرجع تاني. أن يفوتهم القطر خير من أن يدهسهم القطر، هكذا بدأ أو هكذا تحدث المأذون الشرعي فضيلة الأستاذ أحمد بدر الدين وهو يصف الزواج. واحد من أشهر المأذين في مصر، لأنه صاحب حكمة ورؤية في الزواج، مش مجرد مأذون بيقيم عقد الزواج. احنا متشرفين أنه حضرتك معانا النهاردة، والمتابع لحساب حضرتك يلاقي فيه الكثير من النصائح الحقيقية الغالية وكمان خفة الدم الرهيبة. الحمد لله على النصام بحضرتك. استاذ احمد، يوميات مأذون ده هاشتاج انت عملته ودايما بتذكر فيه طرائف وحاجات تخص الزواج، بس انا برضو هبدا بالسؤال اللي بيؤرقني دايما، كم حاله جواز في مصر قصاد كم حاله طلاق حاليا؟ يعني اديني مثلا احصائيه وديه كده في السنه اللي فاتت. احنا كده هنبدا باللي بيغم يعني. معلش بس هي دي اللي طلع. انا شخصيا عارف ان لو طلعنا من حلقتنا مستفيدين بحاجه تخص تقليل نسبه الطلاق، هو ده الانجاز اللي ربنا يثيبنا عليه. امين يا رب. طيب اولا انا سعيد جدا ان انا مع حضراتكم، ربنا يبارك فيكم وينفع بيكم يا رب. اهلا بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. لو اتكلمنا عن حالات الطلاق وبتوازن قد ايه من حالات الجواز او كام لكام، هيبقى الرقم صادم للاسف. هيبقى مثلا كل 10 حالات فيهم 7 طلاق و3 جواز. سبعة كم؟ سبعة لثلاثة. سبعة طلاق؟ وثلاثة جواز. الطلاق أكبر بكتير جدا من نسب الجواز. وده للأسف يعني، حتى لما عملوا إحصائية عن عدد المطلقات في مصر عدى 3 مليون وشوية. يعني أنت كل 10 حالات بيجولك منهم 7 عايزين يطلقوا، كل بس كل 10 يعني حالات منهم 7 بيطلقوا وثلاثة ممكن يتجوزوا. دي احصائيه. والاغرب يعني الاكثر شراسه من كده ان اللي بيطلقوا لسه شباب وفي اول سنه زواج، فدي ده شيء برضو يفجع اكتر. طب ده هيخليني اسالك سؤال تاني، معلش دينا بعد اذنك. السبع طلاق دول منهم كام حديث الزواج؟ نقل يمكن 5 اول سنتين 3، والباقي مثلا الاثنين الثلاثه اللي باقيين بقى لهم فتره كبيره. لكن دول استحملوا يعني دول في البدايه. هم يعني الشباب، معظم طلقات دلوقتي من الشباب، وربما كاتب الكتاب كمان، يعني ما يكونوش حتى عاشوا مع بعض. ليك تصريح من كتر حالات الطلاق واضح ان انت بتقول انك بقالك 3 شهور بترفض تعمل. بالظبط. انا يعني بقالي فتره كبيره جدا، يمكن تفوق ال 3 شهور، ما طلقتش حد غير لما فعلا بيكون خلاص استحاله الطلاق. ليه؟ تعبت
تعبت يعني نفسيا. و مش شايف ان الناس بتتعامل معاه كابغض الحلال لكن بيتعاملوا معاه باستسهال يعني؟ هو طبعا حديث ان الطلاق ابغض الحلال ده مش حديث. الطلاق قد يكون هو الحل الوحيد والحل الجميل في الحاله، يعني ما ينفعش غير الطلاق. ومش معنى ان هم اتطلقوا ان في طرف منهم وحش، ممكن يكون اتطلقوا هما الاثنين يعني في منتهى الجمال وفي يعني. بالظبط، وفي امثله كتير لدوت. بس انا معظم الحالات اللي شفتها بيبقى الطلاق عباره عن حد منهار، موجوع، بيبكي، بيستصرخ، فطبعا ده كل ده بيأثر عليا انا. انا مش بطلق واجري مثلا او كده، لا انا بعيش الموضوع كله بتتفاعل مع الناس. طب اكتر هاشتاج برضو شدني بتقول في البدايات وعند الزواج يظهر الحب والمشاعر، وعند الفراق تظهر التربيه والاخلاق. بالظبط، والشرشحات وكل الشرشحات. كلمنا عن الشرشحات ده مش بس في الجواز، ده في كل العلاقات الانسانيه. لا انا عايز، بصي هو قال القران، عايز اتكلمنا عن الشرشحات. استدرجني على فكره صح. ايه اكتر وقعه كان فيها شرشحه باللغه الدارجه وكنت قاعد في نص هدومك وعايز يعني تحلها باي طريقه؟ لا والله بص، هو طبعا معظم الخلافات اللي بتبقى عند الطلاق في الطلاق لما بيجوا يتكلموا بقى في الحقوق، طب انت هتطلقني انا ليا ايه وانت ليك ايه، فبيبداوا يختلفوا، فبيبدا الصوت يعلى، هو مش عايز يدفع وهي لا انا حقي، دي انت اصلك كذا، لا دي انت اللي كذا، وتبدا يا شيخ ده عمل وعمل وعمل، وانا بقى قاعد طبعا الله المستعان. فبقول لهم اتفقوا بعد كده تعالوا بقى قولوا لي. فطبعا الاختلافات والشتايم والزعيق والخناق كل ده بيبقى ناتج عن الاختلاف في على الحقوق. ايه اكتر اللي بعد وقعة طريفة بالنسبة لك في الطلاق وفي الجواز؟ في الطلاق طبعا كان في رحت طلقت عند حد، فبعد ما خلاص المطلق مضى والمطلقة مضت، البيت كله قاعد يزغرط. فطبعا يعني انا حتى ساعتها دونت حاجه، قلت طلاق يعني زغريت في الطلاق، انا مش عارفني. في ناس بتعمل حفلات طلاق دلوقتي. الاثنين الطرفين مبسوطين؟ لا طبعا، الزوج يعني خلاص مشي، والزوجة واصحابها وكله قاعد يزغرط. اكتشفت بعد كده ان هم اصلا كانوا يعني بيتمنوا حاجه زي كده تحصل من فتره كبيره. في الزواج اطراف وقع؟ والله في الزواج بقى كتير. انا قعدت مش اطرف وقعه، هي اغرب وقعه، انا قعدت من الساعه 6 للساعه 1:30 بالليل بقنع العريس ان هو يتجوز العروسه، ولدرجه ان انا شتمتهم هم الاثنين، قلت لهم والله ما انا ماشي الا لما تتجوز. بتقنعهم؟ بقنع العريس، لان هو لما راح يتجوز طبعا اتاخر شويه، وبعد كده لما ابو العروسه بيقول له طب هنكتب مؤخر كذا كذا، لا انا ما اتفقتش، لا انا اصلي مش عارف ايه، ويبص للعروسه ويتشحتف ويعيط. قلت له بقول لك ايه، والله لا تتجوز. عايز يعيط؟ عايز يمشي. انا عايز اروح. طب ما كنت خليه يمشي بدل ما يجي لك بعد شهرين يطلع. لا. فالمهم انا اقنعته ان هو لازم يتجوز، وان الامر دوت انتوا المفروض كان لازم هم يتجوزوا، كان لازم، ما ينفعش يعني. منظرها كان وحش. بالظبط. طيب من ضمن الحاجات اللي عبارات حضرتك كنت كاتبها، العروسه اللي لما قلت لها قولي نفسك تقولي ايه للعريس، قالت لك انا نفسي اعيش. هي جيت كانت بتهزر وبتقولها يعني انا مش عارف، بس انت شفتها بطريقه ثانيه. بالظبط. انا شايف ان منظومه الجواز او اي حد بيدخل يعني حياه الثاني بيسيب كل حاجه عشان يدخل في حياته. فلو انت مش قادر توفر له كل حاجه هو ناقصاه، يبقى سيبه. لو مش قادر تخليه يعيش، سيبه في واقعه. ما تموتوش. يعني المرأة مثلا لما بتخش حياه الرجل بتبقى عايزه الاب وعايزه الابن وعايزه الحبيب وعايزه الصديق وعايزه العشيق وعايزه كل حاجه. ف الزوج لما وفر لهاش دوت يبقى افضل يسيبها عند والدها، هو ممكن يوفر لها دوت. فهي بتقول له انا نفسي اعيش، هي فاقده حاجات كثيره في حياتها، وبتامل فيك انت كزوجها ان انت توفر لها الامر دوت. فكانت معبره جدا فعلا، انا حسيتها وكتبت الموضوع ده. طب حد اتجوز معاك واتطلق معاك؟ للاسف. وانت اللي زباين بقى يعني؟ زباين لا يعني والله الشاهد لا مش زباين. هو انا بعد الجواز كمان يعني عارف بجوزهم واديهم ضمان سنه. بالظبط. اللي هو ايه، حد بقى طلع بره الضمان اللي انا لازم يستشيروني مثلا. يعني حصل العريس بعد ما خلص الدخله وكذا اتصل بيا بالليل، انا اعمل ايه وكذا وكذا وكذا. طبعا شرحت له المفروض يعمل ايه وتهدى وكذا وكذا. يعني بفضل اديهم في نصايح كتير على مدار سنين، حتى بحضر معاهم اول مولود وبحس ان هو يعني زي ابني. فببقى دايما متابع معاهم، ولما بيحصل مثلا اي مشاكل ببقى انا طبعا اللي برضو انا واضح جدا. واضح جدا عند حضرتك الحس الانساني انك متابع حاجات كتير. من ضمن التصريحات اللطيفه اللي انت قلتها انه لو زوجتك طلبت منك انك تقول لها كلمه بحبك تبقى انت
حمار. ايه الكلام الصادم؟ الله ليه طيب؟ ما هو عشان الاهتمام ما بيطلبش. وده كان برضو مره بقول لها عروسه الاهتمام ما بيطلبش، ده الكلمه دي إيه؟ بتحبها قوي البنات. لا ده مره انا بجوز واحده فبقول لها تحب تقولي لزوجك ايه قبل كتب الكتاب؟ قالت له الاهتمام ما بيطلبش من اولها كده بتدي له فوشه. فهو فعلا الاهتمام ما بيطلبش، انت يعني تضطرها ان هي تقول لك كلمه زي دي فانت مش حاسس بيها، عارف اللي هو ايه، ما تخليش حد يقول لك انا عايز، انت تدي له قبل ما هو ما يوز. دي اكبر من يعني. وهل العكس كمان وارد؟ يعني إيه؟ العكس انه الزوجه كمان لازم تبقى بتقول لجوزها كلام حلو طبعا ومشجع؟ ما هو احنا برضو يا معشر الرجال، عشان احنا جو التقسيم عند الستات برضو مشهور، احنا طبعا محتاجين زي ما هي محتاجه حد يقول لها انا بحبك، احنا محتاجين الحب ومحتاجين الاحتضان ومحتاجين التفاهم، حاجات كتير احنا محتاجينها، بس احنا ما بنعبرش بدوت بنطلبه. يعني احنا كرجال عندنا حته بنعبر عن الحب بالعمل اكتر هم بيبقوا مش فارق معاهم ولا احبك هي تعالي نخرج انت خسيتي، يعني في حاجات بقت اقوى من كلمه الحب. انت ممكن تقول لها انت خسيتي تنسى كل حاجه بالظبط. حب ايه وبتاع ايه؟ احنا بتوع حب كتاب طيب. الاشرار ده مش عاوز اصدمكم بس الحلال بيبدا بعد كتب الكتاب مش في فتره الخطوبه بالظبط. ليه؟ هل انت شايف انا عجباني الصدمه دي؟ يعني انت لو مشيت على كوبري قصر النيل هتلاقي الحب بيبدا قبل الخطوبه بكتير كمان. ده قبل كده بكتير طبعا. في تجاوزات يعني الا من رحم الله، يعني حتى بيبقى لسه ما فيش بينهم اي رباط شرعي لا خطوبه ولا كاتب كتاب ولا اي حاجه، وبيبقى يعني عايشين عيشه الازواج للاسف، وده شيء صادم جدا في المجتمع المصري ويمكن المجتمع العربي كله. فعشان كده احنا بنحاول نوعي الناس ان حافظي على نفسك، حافظي على نفسك. انا جات لي مشكله ان حد فضل خطيبها كتير قوي، وبعد ما خد يعني كل اللي هو عايزه منها قال لها احنا ما ننفعش مع بعض، انت اديتيني اللي انا عايزه، انت سهله، فسبها. فعشان كده بقول لها من في البدايه خلي بالك من نفسك بس عشان ما تفرطيش وترجعي بقى كده تعيطي لي. مظبوط. انا مش هسمعك. مظبوط. من ضمن الحاجات اللي كشفت فيها ازدواجيه المعايير انه الحما مثلا بترفض تجوز ابنها لسيده مطلقه لكنها بالزبط. تتمنى ان بنتها المطلقه تتجوز. بالظبط. هي تقول له انت ليه بتتجوز مثلا واحده مطلقه، ما تخليك في البيكر اللي ما سبقلهاش الجواز، انت ليه تاخد واحده معاها عيل؟ ويمكن اصلا المطلقه دي ما عاشتش ولا شافت ولا حبت ولا دخل قلبها، كان مجرد روتين وجواز كان لازم تتجوز، هي اصلا محتاجه تعيش من تاني، ويمكن هي هتعوضه اكتر من البكر اللي لسه ما اتجوزتش. بس احنا كمجتمع مصري المطلقه لا مش كويسه خلاص. يعني بالعكس انا بشوف دلوقتي كتير بيبقى اول جوازه ليه وبيتجوز مطلقه وعندها ابن او بنت، ان هي ما بقتش والله هو لو طلع راجل. هو بص انا مره جالي حد كان اول كلامه معايا الشيخ انا هتجوز واحده مطلقه ومش عايز حد يعرف. يعني انا طب انت مش عايز حد يعرف ليه؟ انا مش عايز حد يعرف عشان ما حدش يجرحها بكلمه. هو بتبقى العبره في الراجل، هو عايز يبقى. طب وده دريت عليه وقلت ان هي بكر رشيد؟ لا ما قلتش. لا ما قلتش طبعا، لو قلت بكر رشيد انا بغش، فما قلتش. انا بذكر اسمها بس من غير بكر رشيد. طيب. الزوجه يتيمه الاب تحتاج لشريك حياه يمدها بضعف الحنان والرعايه. انا تاثرت جدا جدا بالكلام الجميل ده. طبعا الزوجه اللي مات والدها بتبقى انت كزوجها كل حاجه ليها، ابوها واخوها وحبيبها، هي ما بتبقاش لاقيه قدامها غيرك انت، فلازم ان انت تعوضها عن ده. بتقوم بدور الزوج وبتقوم بدور الوالد المتوفى، فالامر بيبقى بالنسبه لك صعب جدا. لازم تقوم بالدور ده. من ضمن الادوار الكلاسيكيه اللي مظلومه قوي في الحياه دور الحما، دايما محطوط عليها الوصمه بتاعه انها بتخرب البيت. شفت انت نماذج خربت وشفت نماذج عمرت من الحموات؟ والله هقول لك انا شفت ناس. لسه اغرب مشكله جات لي امبارح والله، ام ونشرتها وعملت ضجه كبيره جدا يعني للاسف، ام عملت سحر لابنها عشان يطلق مراته، وبنت ابو الزوج عمل سحر لابنه عشان ما يخشش بيها، هي متجوزهم بقى لهم شهر ما دخلش عليه. سحر ونكد وتتدخل في شؤونهم كتير جدا شفت ده. وعلى الجانب الثاني الايجابي عشان ما نعقدش بس الناس، شفت ناس كتير جدا حموات بيعاملوا البنت او الابن اكتر من الاهل، بيعاملهم بكل حب وود، ولدرجه ان هي ممكن تساعده من ورا بنتها عشان خاطر يظهر بمظهر لائق قدام بنتها. فاكر لو حد راح لحضرتك وقال لك في معمول لي سحر بتصدق معاه الحكايه دي؟ والله بصدق، لان السحر طبعا مذكور في القران زي ما انت عارفه وشفناه كتير، بس الاول بساله بتحرى، مش اي حد يقول انا معمول لسحر ببقى بصدقه، لازم يبقى في مظاهر ولازم يبقى في علامات وحاجات زي كده. طيب عجبني برضو جدا لما قلت هو الواحد مننا بيتجوز ليه؟
فعلا هو السؤال ده نفسي نعمله كده يافطه في الشارع، ده لازم واحد يسال، ده لازم يتعمل سلسله. انا بتجوز ليه؟ لازم يتعمل سلسله اصلا، ان انت ان معظم الشباب اللي بيتجوزوا سواء بنات او رجاله مش عارفين هم بيتجوزوا ليه. هي الفكره ان انت بتتجوز عشان لازم تتجوز، عشان سنك كبر، عشان والدتك عايزه تشوف ابن ليك قبل ما تموت، كذا كذا، لازم تتجوز. هو المجتمع المصري لازم تتجوز، بس انت لو عرفت هتتجوز ليه هتعيش حياه زوجيه صحيحه. احنا كرجاله او في مننا الناس الستات يعني بيتجوزوا عشان يلاقوا حاجه معينه. لازم قبل ما تتجوز او تتجوزي تعرف انت عايز ايه من الجواز ده. بالظبط، ده مشروعك، فبتبقى عارف انت عايز ايه بالظبط، وعلى هذا الاساس انت بتختار، انت بتختار الشريك اللي يحقق لك المطالب دي. فاحنا محتاجين حنان، محتاجين احتواء، محتاجين اهتمام عشان ما ناخدوش من بره. فالحاجات دي لو مش موجوده في شريكك اوعى تقبل على هذه العلاقه ابدا. حضرتك بتشجع كمان تاجيل الانجاب فتره لحد ما يتاكدوا انهم اصلا هيكملوا؟ بلاش بقى نكمل التويته دي. طبعا، لان في اول سنه زي ما بدات كلامي، اول سنه معظم الـ حالات الطلاق بتقع في اول سنه للاسف، وبيبقى في اولاد، فبتبقى قدامها خيارين، يا اما هي تكمل علشان خاطر اللي في بطنها بالنص كده، يا اما هي تتطلق وبالتالي هيشرد الولد اللي لسه اصلا ممكن ما يكونش شاف الدنيا. فعشان كده انا بقول نخف شويه، ما تخلفيش، ما نجيبش ناس نعذبهم معانا. بالظبط، المجتمع مش محتاج ومش ناقص، احنا فينا اللي مكفينا، كفايه اجيال معاقه ذهنيا. فاتاكدي ان هو فعلا يصلح كزوج وكاب لابنك، وانت تاكد ان هي دماغها مش لاسعه. في طبيب نفسي اجنبي انت ذكرت اسمه دكتور فيل، قال ان النديه بين الزوجين خطر، وان الزوجه عليها ان تغذي دور القوامه. وقلت ان صاحبك الحاج عبد الغني الكبابجي قال في حاله التوتر الزوجه لازم تعمل بالمثل الشعبي القائل كله بالحنيه بيفك. بالزبط. وانت بتميل للنظريه العلميه بتاعت كله بالحنيه بيفك. بالزبط. ليه بقى؟ كله بالحنيه بيفك لان المراه لو فهمت طبع الرجل هتعرف ازاي تاخد منه اللي هي عايزاه في الوقت اللي هي عايزاه. بس المشكله ان هي بتستخدم طريقه خاطئه. كل راجل وليه مفتاح، والست الذكيه هي اللي تعرف مفتاح جوزها ايه. فما يكونش هو متعصب وجاي من الشغل تعبان وكذا وكذا، وتطلب منه حاجه رئيسيه هي يعني عايزاها، لكن شويه حنيه وشويه دلع وشويه كلام طيب هتاخد منه كل اللي هي عايزاه. المساله مش اول ما يخش من البيت ده حصل وحصل وحصل وحصل، استني عليا شويه بس اخد نفس، انا جاي من الشغل تعبان وحران والمدير وكذا وكذا. فلو هي عرفت ازاي تطلب وامتى تطلب هتعرف تاخد منه اللي هي عايزاه، ودوت اللي هو كله بالحنيه بالفك، شويه حنان تلاقي الدنيا كلها رؤى. يعني الزوجه حلم رجال مصر كلهم رؤى في فيلم العار، الزوجه اللي هي يعني ايه بتاخد جوزها على حلم رجال مصر كلهم زوجها مثل خديجه رضي الله عنها. بس طبعا لازم نكون كلنا كمحمد صلى الله عليه وسلم عشان نليق بخديجه. أنا هختم بكلام حضرتك الرائع ده، يعني أنا بشكرك لأنك تعديت دور حضرتك كمأذون بس بيقيم الأمر الرسمي والشرعي في التزويج والتطليق، لكن حضرتك معدي الحتة دي وبتشير على الناس وبتنصحهم حتى من خلال بس مش بس أعتقد مواقع التواصل، أنت كمان موجود للناس يعني وجها لوجه يعني. بيجيني استشارات كتير. طب أنا بقى قبل ما نختم بس عندي فضول، أنا شايف منديل شيك قوي قدام أستاذ أحمد، احكي لي قصة هذا المنديل وفي حد بيعرف يخطفه منك ولا لا؟ قصة المنديل اللي عايز حلقات. الشعب المصري عنده عقد إن المأذون لو معهوش منديل أو ما تحطش منديل على إيدين اللي بيكتبه ممكن الجوازة تبوظ. لدرجة ان مرة ما كانش فيه منديل جابوا لي مفرش ترابيزة، هتريده منديلا. ومرة واحدة قلعت حجابها وحطيتها، فلازم المنديل مش عارف ليه يعني. اكن ايديهم مثلا عوره لازم نغطيها او حاجه. لكن هو في الشرع موضوع المنديل ده ملوش اي اساس من الصحه ولا اي حاجه خالص يعني. ما ممكن كذا، ممكن حتى نحط كلينكس زي حاجة او من غير او ارفع المنديل بقى، انا شايف منديل اخر شياكه. او حتى ممكن من غير ما يحط ايديهم في ايدين بعض اصلا يعني. بس احنا خدنا عادات وموروثات مصريه قديمه، فانا بحب اطبقها عشان افرح الناس. حتى تلاقيني دايما داخل بالزي الازهري علشان ده بيفرح الناس يعني. شكل المأذون بقى القديم دوت هم مفتقدينه جدا، فبحب اعمل اي حاجه. احنا برضو من تصريحاتك متوقعناش ان انت شكلك كلاسيكي كده، توقعناك المأذون المودرن يعني. والله انا ما رضيتش اجيب المودرن عشان ما اصدمكوش. عنده حته جامده خلي بالك عشان ما اصدمكوش. انا بس قبل ما نختم عايز اقول حاجه مهمه جدا يعني. انا بتمنى من كل يعني اعلامي مصر ان هم يوعوا الناس، لان في كارثه حقيقيه بتحصل. حقيقي كارثه حقيقيه بخصوص الطلاق. الطلاق كتير جدا في مصر، والبيوت اللي عايشه على محفه الطلاق او هتنفجر قريب اكتر من عدد المطلقات. انت كمان اتكلمت على الثلاث طلقات، ان في ناس مكمله حياتها عادي بعد الطلقه. انا واحد بيتصل بيا، انا مطلق مراتي كتير، بقول له كم مره؟ قال لي اكتر من 60.
يعني هو عايش كده الدنيا عنده ما شاء الله تمام يعني. طب ايه ده انت كده عايش في الحرام. فهو لازم نوعي الناس، لازم نعرف الناس ان امتى تطلق وليه تطلق وازاي تتجوز وامتى تتجوز ومين تتجوز. الموضوع ده لازم له منظومه متكامله بس تنجح، ولازم نقوم احنا عليها كاعلاميين كوزاره مثلا. لازم يبقى في دورات للناس المقبله على الزواج، زي ما عملنا شهادات صحيه علشان خاطر اي اتنين متجوزين يخشوا يكشفوا صحيا على نفسهم قبل الجواز. لازم كمان نعمل لهم ثقافة الزواج، لازم نأهلهم لأنه حقيقي في ثقافة الزواج وفي ثقافة عفوا يعني التكاثر والتناسب. وفي دول كتير عاملة الدورات دي، الدورة قبل الجواز لازم يجتازها ويمتحن فيها عشان يكون أم صالحة ويكون أب صالح. نشكرك شكرا جزيلا المأذون الشرعي الأستاذ أحمد بدر الدين، نورتنا وتعيش وتجوز ويا رب كتر من جوازاتك وقلل من طلاقاتك يا رب. شكرا لكم. بعد الفاصل مع النائبة المثيرة للجدل الدكتورة غادة صقر في حوار مفتوح حول ملفات كثيرة واتهامات عديدة اتهمت بها وتوضيح لمواقف كثيرة التبست على الناس فيما يخص النائبة غادة صقر بعد الفاصل. انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي أحد الفيديوهات لنائبة في محافظة دمياط وهي بترمي صندوق زبالة وبتقلبه على الأرض، وكانت واقعة ساعتها مثيرة للجدل. طب هي بتعمل كده ليه؟ بعد كده ظهر أنها أو قيل أنها اشتكت رئيس جهاز مدينة رأس البر واتهمته بالتقصير. النائبة من حقها طبعا ترد، ولكن في ملفات أخطر وأهم النائبة غادة صقر لابد أن ترد عليها أراضي أوقاف. هل ليها صدمات مع رجال في المحافظة هناك دائما يثار حولها الجدل ولا حق الرد في أول ظهور لها معنا في القاهرة 360؟ أهلا مساء سيادة النائب. أهلا مساء الخير أستاذ أحمد أستاذ دينا. أهلا بيك. معنا أستاذ عمار نصر القبروسلي المستشار القانوني للنائبة دكتورة غادة صقر. أهلا مساء أستاذ عمار. أهلا هبدأ مع حضرتك دكتورة غادة. يعني حضرتك عرفنا كده ان انت نائبة، دي المرة الاولى ليكي وانت نائبة مستقلة ونجحتي في دايرة صعبة وكبيرة زي بندر دمياط، بندر ومركز دمياط. فالسؤال ايه كل الاخبار اللي اتقالت عندك وايه كل الدوشة اللي حصل عليك قبل ما نتكلم بس في التفاصيل، انت ليه عاملة قلق كده؟ يعني احنا نظام الدوائر بقى بيختلف، بدا بعد ما كان بيخدم بيبقى فيه نائب واحد بس بيخدم الافراد كلها، اصبح عندي انا في الدائره الاولى البندر والمركز في اكثر من نائب، 3 نواب. اعتقد ان كل واحد اخذ لنفسه طريق محدد منذ بدايه المجلس، وده اللي خلى المواطنين يتعشموا فيه كتير قوي، واللي هو كل ملفات الفساد غدا صقر تتولى كل ملفات الفساد. انا ادرك ان الموضوع ده شائك جدا، وان تناوله له كمان كامراه بيعرضني لمخاطر كتير، ولكن دستورنا اللي تم اعداده خلال الثوره الاولى 25 يناير للنهارده، واللي فيه الماده 11 بتقول المساواه التامه بين المراه والرجل، خاصه ان منصب ان تقلدي مقعد البرلمان عن محافظه دمياط الدائره الاولى، ده المقعد الاول لامراه تمثل محافظه دمياط كاول امراه مستقله. أنا أستاذة في الجامعة، أعتقد أنه ضريبة تناولي لهذا الملف الشائك اللي أنا بختلف فيه عن كل النواب وبتنافس فيه بده بدعم من حاجتين أساسيتين وصلاء القيادة السياسية، لأنها بتدفع بالضرب بكل قوة على رموز الفساد ورؤوس الفساد على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى الدعم الشعبي والرضا الشعبي والتأييد الشعبي. يعني شايفه ان كل الهجوم اللي انت تعرضتي له سببه ان انت حطيتي ايدك في قضايا الفساد بقوه. تمام. وانا يعني بحب الناس ليا استطعت ان انا اخترق هذه الملفات، ما بتواناش لحظه عن عرض اي موضوع من المواضيع دي والدخول فيه طالما انا عندي الاوراق وطالما هي ملك للدوله. واللي عايز اقوله ان الدستور في كل مواده من اول 34 ل 32 ل 28 الى اخره بيتكلم على الملكيه العامه. احنا النهارده لما بيجي بنتكلم بنقول ان ده حق الدوله، دي ارض الدوله، ده تخصيص تم تخصيصه لجهه من الجهات عشان يكون حق لكل المواطنين. طيب قبل وليس لعدد محدد. قبل ما ندخل في قضايا يعني بعينها،
حضرتك قلبتي صندوق. هو ممكن السؤال يكون مستفز، بس هو الفيديو اوضح انك قلبتي الزباله او القمامه في الارض، وبعد كده قلت رئيس مدينه جهاز مدينه راس البر مهمل في النظافه، ويبقى ده في نوع من التجني على رئيس المدينه. الواقع اصلها ايه او دفاعك عنها ايه؟ اولا انا قلت لمين يا فندم ان هو مهمل في على الفيسبوك، وذكرت رئيس مجلس المدينه او ذكرت المحافظ او نائب رئيس مجلس المدينه. الفكره مش كده خالص يا فندم. الفكره ان انا عندي ملفات، الملفات دي انا بتناولها بكل جديه وبكل امانه وفق توجهات الراي العام او المواطنين عندي في المحافظه. وكمان انا مواطنه دمياطيه، فشايفه قدام العرض مدينه زي مدينه راس البر ما تبقاش بالشكل المهمل ده اللي كله قمامه. اما بالنسبه لفكره الصندوق القمامه فده بس تغطيه لحدث رئيسي، وهو ان انا تم التعدى علي انا واخويا وتم تحرير محضر بهذا الخصوص، ويستطيع المستشار يتكلم يعني في هذا الموضوع. هنا الفيديو نفسه معروض وحضرتك والصندوق بيتقلب في الشارع، هل حضرتك قلبتي فعلا الصندوق ده في الشارع عن عمد؟ الفكره مش فكره عمد هنا، لانه احنا مش في جهه تحقيق ولا حاجه. لا مش قصدي انا بطرح، بس هو الموضوع هو موضوع مصارع على السوشيال ميديا، فهو طب هي بتاع. ويقال ان في حد اشتكى حضرتك في الواقعه دي، او قال ان في اتهام او وقع مش عارف شهر خليل عبد الرحمن المحامي في دوريون في قضيه مرفوعه وفي جلسه في 10 سبتمبر. تم تناولها احمد بيه، تم تناول المساله بشكل تاني، يعني هي عرضت على الناس بخلاف الحقيقه اللي حصلت. خلينا بالبدايه انا اتكلم كمواطن من محافظه دمياط، مدينه راس البر تهم المواطن الدمياطي بشكل جدي، غير كمان انها تهم المواطن المصري عموما، لان مدينه راس البر من الاهميه بمكان هي ما تقلش اهميه عن شرم الشيخ، ما تقلش اهميه عن الجونه، ما تقلش اهميه عن العين السخنه. مدينه مهمه كانت راس البر في يوم من الايام عروس المصايف، ثم تردى بها الحال الى ان وصلت الى أسوأ ما حال هي عليه الان. مش هيصر اي مواطن مصري ان هو يزور مدينه راس البر في الوقت الحالي للاسف. هي بقت مصيف المواطن البسيط والشعبي، هي اكثر شعبيه من اكثر مكان شعبي في مصر، فكان عين الناس عين المواطن اللي هو دايما بيبقى عضو مجلس النواب اللي بينزل ينقل الصوره مش بعين المسؤول، بعين المواطن. عايز اقول لحضرتك انه الذي تقدم بهذه الشكاوى هو المواطن، المواطنين مجموعه من المواطنين اللي تقدموا بشكاوى واستفسار. مش كده بالظبط؟ طيب احنا مش عايزين الواقع ده. انا هقول لحضرتك في البدايه الحلقة. انت عايز بخصوص الصندوق، بخصوص خليني اقول لك حاجه. احنا كلنا عارفين كل الاجهزه الترابيزه دي، انه في اماكن كتيره جدا في مصر بعافيه جدا في موضوع النظافه، وانه من حق النائبه انها تتهم رئيس حي وانت مش عامل شغل. ما هو انا لازم ليه بقول الواقعه دي حقيقيه؟ الواقعه دي حقيقيه، ولما تصار بشكلها الحقيقي هيبقى وضع مشرف ان انا القي بهذا الصندوق. ليه بقى مشرف ان انا القي بهذا الصندوق؟ لانه هذا الصندوق كان شاهد على وقعه فساد اخرى. لانه انا لما امشي على شارع النيل، الشارع الرئيسي في مدينه راس البر، شارع النيل ما فيش فيه غير هذا الصندوق الوحيد على شارع النيل، امام كافيتيريا او مكان معين. صاحب هذا المكان، مش عايز اذكر اسماء، لكن صاحب هذا المكان على علاقه وثيقه برئاسه مجلس مدينه راس البر. هذه العلاقة مكنته من انه هو يستغل رصيف كامل بعرض 5 متر. اللي عايز اقوله ويعلمه المواطنين في دمياط انه اي شبر ارض في رصيف على شارع النيل شمال او يمين بيتم تأجيره بمبالغ كبيره جدا، بيتم استغلاله. انا هعيد صيغه السؤال، هقوله تاني، ما انا هجاوب على حضرتك بشكل صريح. في مشكله، هل احنا بنبتز الناس دي اللي احنا على خصومه بينهم فالقينا بصندوق؟ لا يا فندم، احنا لسنا على خصومه مع مخلوق، ما احناش على وجه الارض، احنا مش على خصومه ليه؟ او في واقعه فساد، هل حضرتك بتبتز هذه الواقعه؟ لا يا فندم، وده اللي ما علاقه صندوق القمامه او شارع النيل او المحضر اللي انا عملته بالتعدي وضرب اخويا وضربي والتحرش بيا في ان انا نزلت المكان ده؟ ايه علاقه ده بواقعه فساد؟ دي مالهاش علاقه بواقعه فساد. ما هو يعني الاستاذ هو اللي بيقول لنا واقعه فساد. لا هقول واقعه فساد بخصوص ايه؟ ايوه لانه انا النهارده ليه الصندوق ده في هذا المكان على وجه التحديد؟ وليه تم تسريب الفيديو ده بس وما تسربش الفيديو اللي هو واختفى الفيديو اللي كان فيه واقعه الحادثه وحادثه الضرب اللي اخذت اكتر من ربع ساعه وكان فيها ما انا هوصل لدي، هوصل انا عارف ان هي دي المساله اللي بتثير تثار الجدل. لا انا على فكره، لا واحنا عايزين نوصل لنتيجه ليها يا استاذ احمد. انا عايز يعني بص اقول لك حاجه، احنا هي سياده النائبه هنا موجوده للرد على اي حاجه واقعه اثيرت، لازم نقفلها ونوصل لحل. لو انا حضرتك قلت لي صراحه انا قلبت صندوق الزباله ده بعصبيه عشان هو ده المحل الوحيد اللي محطوط له صندوق، وانا بكشف ان هو ده يعني واسطه او كوسه بالظبط، وقلبته بعصبيه وقفلنا باب الموضوع ده، في هل هي كده؟ هو كده بالفعل، هي كده بالفعل.
تمام. مش بس كده يا فندم، ده في كمان المقاعد اللي هي مخصصه لجلوس المواطنين متشاله من هذا المكان، المحل ده بالذات مش موجوده امام المحل ده بالتحديد. المحل ده بالتحديد اللي عمل بتعمد تسريب الفيديو بدون اذن قضائي، مش كده يا سعاده المستشار؟ بدون اذنك انت، انا يمتنع قانون ان انا اسرب فيديو او احرض المواطنين على ان انا احرض المواطنين على بقلب الحقائق واغير. طيب في رد قبل ما ننتهي من النقطه دي، في رد بس هيتقال انه في اثاره اي قضيه، ولانه حضرتك نائبه الشعب ودكتوره في الجامعه، في طرح بيقول انه لا، النزاهه بتقول اني لا استخدم ملف عشان اضرب ملف تاني، فانا ما استخدمش ملف القمامه عشان اضرب ملف فساد انا بتهم بيه شخص انه بيجامل حد او كده. فرد حضرتك على الحكايه دي ايه؟ يعني بيعتبروها ابتزاز سياسي، يعني شايفاها كده؟ بيعتبروها ابتزاز سياسي؟ لا هم ما قالوش كده بالظبط، بيعتبروها ابتزاز سياسي. ان انا مثلا شايفه فساد في حاجه معينه، فانا اللي هو الاشغالات والبلطجه اللي على شارع النيل براس البر يعني. يعني انا لما نزلت علشان عين المكان ده بناء على اديني يا سعاده المستشار كده عرضها لي على الكاميرا، انا عندي كم كبير جدا من المحلات اللي هي تمتلك في شارع النيل محلات وكافيهات، كتبوا حضرتك المذكره دي وبعتوها لكل الجهات السياديه. ممكن حضرتك اقرا المذكره؟ هنا كاتبين بلاغ الى بقى كل من الساده المسؤولين من اصحاب محلات شارع النيل براس البر، ونشكو لسيادتكم بعد ان دق بنا زرعا ما يحدث من تعدي علينا كل يوم من قبل مافيا سيطر على شارع النيل، من عدد من الافراد يفترشون الطرقات امام محلاتنا ويحتلون الشارع باكمله على طول امتداده ويتخلف عن وجوده كافه انواع الاشغال. تمام، فحضرتك نزلتي يعني بس انا ناهيك عن ما يحدث من فرض سيطرتهم علينا بالبلطجه والاجرام وكانهم اصحاب الشارع ونحن لا نعلم، وتوجهنا الى كافه الجهات وسلكنا كل السبل واستعنا بعضو مجلس النواب النائبه غاده صقر والتي بدورها قامت باحضار كذا وكذا وكذا الى اخره، وموقعين بالاضافه ان يعني فتحي فهيم حسن عويضه عمل كذا محضر، وكاتبين هنا ارقام المحاضر اللي هم حرروها ضد البلطجيه. اللي عايز اقوله ايه؟ انه انا نزلت برغبه من الناس دي، لكن الحديث عن خلط الاوراق، ان انا اقيل رئيس مجلس مدينه او نائب رئيس مجلس مدينه، دي وظيفه، مش بالضروره ان انا اعمل افتح الحدث علشان اعمل ده، ولكن انا كان صندوق الزباله بيمثل لي راس الفساد في المكان ده. انتوا سايبين البلطجيه هنا بقالهم سنين، احنا اتكلمنا في الملف ده قبل كده ونزلنا شلنا الاشغالات دي قبل كده، ليه ما بتخلصوش المحاضر؟ ليه حاطينها في الادراج؟ ليه القائم على الجهاز التنفيذي محافظ دمياط ورئيس مجلس المدينه وهما ينوبوا ليه ما بينفذ؟ ليه ما بي... انا على فكره بالمناسبه برضو بالنسبه للاشغالات والبلطجيه والقصص دي، انا من سنه احد ملاك قطعه ارض في مدخل راس البر طلب مني انه علشان نحل فكره الاشغالات دي ناخدهم في المكان ده اللي هو في المدخل ويتم بيع السلع بتاعتهم في المكان ده، وقدمت لسياده المحافظ قصه هذا الرجل يملك هذه القطعه ويرغب في تاجيرها الى، ولكنه الامر ما زال حبيس الادراج. والفكره النهارده انه دول فئه بتنحرف عن القانون بكل اوجه الانحراف. شوفي حضرتك بقى، مش هنقول بقى ان هم كانوا، انا لما نزلت كانوا ماسكين مطاوي، مش هقول لك انه كانوا ماسكين كذا، كانوا ماسكين كذا، وانا كانت حياتي متعرضه للخطر، اخويا عامل تقرير طبي فيه كذا الى اخره، من الحاجات اللي هي دي بطلت قصه مفتش مباحث، وانه تم الاعتداء عليه وهو راجل انكر تماما الواقعه. قلت ان في الواقعه دي ضابط المباحث بالصدفه العنايه الالهيه وضعته في المكان ده، الرائد بلال زغلول مفتش مباحث راس البر نفى ان هو اعتدي عليه زي ما حضرتك. هو لم يعتدى عليه، هو الاعتداء كان علينا وهو كان بينقذنا. هو مين اللي قال انه اعتدى عليه؟ ده هو من كتر حمله التشويه والبروباجندا اللي هم بيعملوها. واللي عايز اقوله ايه، انا فكره لوي الحقائق وتزييف الوعي ده قصه بينتهجها الخلايا الالكترونيه علشان يشهروا بالنائبه دي، علشان يقطعوا الايادي اللي بتسند النائبه اللي هو الشعب. خلينا بقى نتجاوز الملف ده، لان انا شايف ان هو يعني برضه مش عايزين نديله اكتر مما يستحق من اهتمام، ونتكلم على الوقائع الفساد اللي حضرتك دايما بتقولي انها موجوده في دمياط، في اراضي الاوقاف. ايه قصه اراضي الاوقاف في دمياط؟ احنا عندنا العديد من قطع الاراضي الكبيره الحجم، يعني احنا مش بنتكلم على 100 متر ولا 500 متر، يعني انا بحيره التنيس دي 107 فدان، نادي المكان اللي في شطا 100 فدان،
دي أراضي الدولة، دي أراضي أملاك دولة تم التعدى عليها، مش أراضي وتزوير أوراق إلى آخره، وتقسيمات وردم ترع ومحاضر في الثروة السمكية، حاجات كتير نتكلم عنها بعد شوية بأرقامها وإيه اللي تم فيها. ولكن بالنسبة للأواف، أنا عندي 2 فدان في غيط النصارى، أنا قدمت فيها مذكرة لوزير الأواف من فترة يمكن سنة، بحيث ان انا يتم استغلالهم، والاشخاص اللي الوضعين يدهم على الاثنين فدان اللي في غيط النصارى دول معروفين وكانوا في الحقبه الماضيه اللي هي القريبه الماضيه دي. وعلشان مش عايز تقولي اسمها ليه؟ طيب يعني انا بتعفف عن ذكر ده، زي ما بيقول لك النهارده العيد مش عارفه ايه، اقول له لا انت كلمني في ازاي ان انا احارب الكيانات الارهابيه وبتكلمي. ده انت متهمينك ان انت عملتي اشاره رابعه. شفت بقى، شفت الست الاموره اللي جايبينها دي وعينيها خضراء وكده، والصليب هنا والوشم هنا وكده، دي غدا صقر. لا هم لا انت اموره برضو، ما ممكن تكون انت بس. طيب هو ده اللي خلينا نكمل كلام على الاوقاف. ايه قصه الاوقاف تاني في دمياط؟ هل وزير الاوقاف تخاذل عن الرد عنك في عايزين نعرض معانا الفيديو، كان في حوار شهير بين حضرتك وبين وزير الاوقاف، عايزين نعرض يا جماعه الحوار الذي دار بين النائبه غاده صقر وبين الدكتور محمد مختار جمعه، له كل الاحترام طبعا، بخصوص اراضي الاوقاف. هل هو شايف ان هو ما كانش حاسم في الموضوع، او اللجنه اللي طلبت تشكيلها تم فيها ايه؟ أنا وجهت للسيد وزير الأوقاف وقلت له أنه إحنا عندنا كذا قطعة أرض تم التعدي عليها، ومنها قطعة في موقع استراتيجي في شارع الجلاء، ودي تم ضرب ورق ليها من أحد التجار في بورسعيد، وبيتناولها أحد المحامية المشاهير، زي فكرة المحامي اللي كل حد عايز الشهر يكتب على صفحته غدا صقر ويجيب صورة غدا صقر، كل واحد عايز الشهر يرفع قضية على غدا صقر. دي قصة. نفس الحوار بالنسبة للأرض الكبيرة اللي في شارع الجلاء دي. بالمناسبة قطعة الأرض اللي أنا بتكلم فيها اللي هي تتبع الأوقاف دي، كان معمول فيها معرض للإنتاج الحربي، وتم غلق المعرض بقاله سنتين، وده عامل عجز جديد عندي في المحافظة. ولما باجي اتكلم ان انا وتفاوضت مع وزير الإنتاج الحربي على عمل، تعالي نشوف فيديو الوزير. أوكي. على الواقع احسن نشوف فيديو الوزير ونرجع تاني. نستثمر وجود حضرتك معانا ومقامك وتشريفك لدمياط. طبعا انا كثرت الشكاوي حوالين مافيا الاراضي في دمياط والتعدي على املاك الدولة ممثلة بقطع اراضي الاوقاف، وعندي ما يثبت بالدليل. ادينا بيانات محدده والسيد المحافظ رسمي، التمس من حضرتك مشكورا معالي الوزير. سياده النائبه ادينا بيان بعد اذن حضرتك، خلينا نتكلم كلام بعد اذن حضرتك دقيق ومحدد وعلمي وقدام الناس، ما عندكش حاجه تخبيها. ادينا بيان محدد بالقطع وانا مفوض السيد المحافظ في اتخاذ الاجراءات. طب سعاده الوزير، ادينا بيان محدد من حضرتك تشكيل لجنه خارجيه من الوزاره كمل حضرتك لفحص جميع اوراق اراضي الاوقاف اللي موجوده في محافظه دمياط. احنا في التعاقد مع هيئه المساحه ومع الاتصالات واللجنه برئاسه المهندس ابراهيم محلب، لحاصه ودقيق وبنطلع حجه وواقع واقع، وانتهينا من اول 5 محافظات واعلناهم. لا هذا اقول لحضرتك ان الخمس محافظات ايه، لكن ان شاء الله حتى وما انتهتش احنا حاطين خطه حد اقصى شهرين هنكون انتهينا من كل المحافظات، بنجيب الحجه الاصليه اللي في الوزاره واللي في الهيئه واللي في المنطقه، وبنطبق الثلاثه. المنطقه الاولى الحصى الورق، الثانيه وزاره الاتصالات بتدخل الكتروني. الخمس محافظات اللي خلصوا انا مش حافظهم الان، لكن الخمسه بنديهم لهيئه الايه؟ هيئه المساحه. وبناكد حاجه نقطه بقى لحضرتك عشان تطمني ولكل الناس، ما للوقف له خصوصيه، ما للوقف لا يسقط بالتقادم ولو بعد. معالي الوزير لازم استثمر وجود حضرتك النهارده ما للوقف لا يسقط، معالي الوزير تشكيل لجنه خارجيه من الوزاره بعد اذن حضرتك، طلب وعايز الرد عليه بعد اذن حضرتك، تشكيل لجنه خارجيه من قبل الوزاره لفحص جميع اوراق ملف الاوقاف داخل دمياط. بالنسبه لراي حضرتك ان انا اقدم لمعالي الوزير المحافظ، حالا هجيب لمعالي الوزير بيان بجميع الاراضي اللي معايا اوراقها اللي تم التعدي عليها من قبل مافيا الاراضي في دمياط. شكرا لك. هات البيان بالتفصيل، ادي البيان للسيد المحافظ واحنا مفوضين ومع الهيئه في اتخاذ اجراء السريع. بس برضه ما يغنيش يا فندم عن لجنه شغاله. احنا بكون عفوا يعني مع التقدير الشديد وشكرا لحضرتك على حرصك، اللجنه دي شغاله ليها سنه الان، سنه كامله.
إذا كنا بنتكلم مع دكتورة غادة صقر في اتهامات موجهة إليها، فالفيديو ده يعتبر من الحاجات اللي ترجعنا تقولها ما هو ده الدور النيابي الأصلي للنائب، أنه يكون أداة ضغط على الحكومات والوزير وصانعي القرار عشان يتم التحرك في الشارع. يعني أعتقد أن دي لقطة إيجابية جدا، أنت أخذتي يعني وأنت واقفة في نفس الوقت كده يعني التماس من أو طلب من الوزير بتشكيل لجنة، ده حصل؟ اه تمام. الفيديو ده تاريخه امتى بعد اذنك؟ 12 يوم السبت اللي فات، يوم 12/8. ده معناه ايه؟ يعني خلينا نقول انه ده معناه ايه لاهل دمياط؟ انه هيتم اعاده حصر كل الاراضي التابعه لوزاره الاوقاف ومطابقه وضعها الحالي بوضعها في الوزاره؟ طلبت من سياده وزير الاوقاف تشكيل لجنه من قبل الوزاره الخارجيه لفحص وحصر جميع اوراق اراضي الاوقاف ومحافظه دمياط، واخص قطع محدده اللي هي تحت حد علمي واللي انا قدمت فيها بيان للجهاز التنفيذي. يعني مطلوب ان تشكيل لجنه، وده اللي انا هقوله في كل المواضيع اللي هتكلم فيها من شويه. ليه خصصتي اراضي محدده؟ ليه مش لا انا طلبت انا طلبت حصر جميع اراضي الاوقاف ومحافظه دمياط. وكتب في فيديو وكتب معروض معانا عشان تعلقي عليه برضو. حاضر. ده النهارده هو طول الوقت التعامل مع ملف الاراضي، احنا عارفين انه اللي بيتعامل مع الحاجات دي بيتعامل مع مافيا صعبه دي المنطقه دي اسمها ايه يا فندم؟ معلش. دي بحيره تنيس اللي هي بتربط بين السياله وشطا وغيط النصارى اللي هي كره مركز دمياط. دي بحيره تنيس دي المساحه من هنا لما لغايه مدينه الاساس 107 فدان تم التعدي عليهم من قبل مافيا الاراضي خلال الاربع اعوام الماضيه. وبالمناسبه الارض دي ما كانتش رمليه، دي مزارع سمكيه وبحيرات الى اخره. انت بتقولي بحيره واحنا شايفين صخره. يا الارض دي ملك الاوقاف ردموها. لا دي مش ملك الاوقاف، دي املاك دوله. دي ملك الزراعه والري واملاك الدوله. طيب حضرتك عندك اسماء بتتهمي اشخاص بعينهم؟ احنا بنقول ان هي مافيا، اتهمتي اشخاص بعينهم؟ اه تم تقديم بلاغات بس هي لسه قيد التحقيقات يعني حتى الان حتى هذه اللحظه، فما ينفعش ان احنا نصرح باسماء. بس تم تقديم بلاغات. بس مفيش حاجه بدون بينه. النهارده في ثلاث شركات استثمار في محافظه دمياط معروفين بالاسم. لما انا طلب مني انزل ونزلت الساعه 1 بالليل في المكان ده وطلبت النجده، كان في كم من البلدرزرات والعربيات النقل والملاكي وناس خمس نجوم ببدل وجرافات وكله واقفين في المكان ده بيردموا اخر ما تبقى من بحيره تنيس لكي يخفوا جميع معالم هذه الارض. والارض دي مساحتها كبيره جدا، هم بقالهم اربع سنين بيردموا فيها رمل على عمق 7 كيلومتر. ماشي. لانها بحيره. طب ومحافظ دمياط فين من الكلام ده؟ بيقول قليلي الصوره بشكل خاطئ. يعني على فكره المحافظ برضه بيبقى موجود في مكانه، العين اللي بتنقله زي ما احنا بنقول مش عين هو العين المحافظ محتاج عين تنقله المحافظه بتاعته. معلش استاذن حضرتك، انا عايز الاجابه دي من سياده النائبه، محافظ دمياط فين من هذه الوقائع؟ بالنسبه للفيديو ده وبحيره تنيس وال107 فدان، انا توجهت للمكان زي ما حضرتك شايف. لا يعني الطبيعي ان النائب يرفع السماعه يقول للمحافظ ايه الحق ده فيك كذا، كلمت سياده المحافظ؟ انا كلمت النجده جبتها، كلمت كل الجهات الامنيه في التوقيت ده، كلمت الجهاز التنفيذي في التوقيت ده برضو، وقلت له باقي حته قد كده هيتم ردمها طمسه المعالم، بالاضافه ان حضرتك شايف كم المواسير تم ترفيق المكان ده. فانا بوجه رساله للقياده السياسيه ان احنا الارض دي املاك دوله وتم وضع اليد عليها، تم ضرب اوراق ليها ان هي سواء كانت على المشاع او غير المشاع، اوراق مزوره من قبل ثلاث شركات، وتم يعني ترفيق الاراضي دي. فانا محتاجه ان انا اعمل فيها مستشفى للادمان، مستشفى امراض صحيه، امراض نفسيه. طيب. الى اخره، مدارس. بعد الفاصل هنتكلم في الوضع الجديد. بالنسبه للمحافظ انا بلغت سياده المحافظ وبعت له خطاب رسمي، اعتقد ان انا موجود معاكم وحملته المسؤوليه، واصدر فورا قرار بايقاف التعامل مع هذه القطع من قبل نهيب الارض او مافيا الاراضي. وده كان خطوه ممتازه جدا اقام بها المحافظ، وبنتمنى برضو انه وعلى فكره في 10,000 متر تانيين في زمام المدينه جوه المدينه نفسهم كانوا معمولين سوق جمله سابق وتم نزع ملكيتهم، وانا قدمت فيهم مذكرات وبلغ للنائب العام الى اخره، والمحافظ تولى مشكورا الامر ده، وتم سحب الارض لصالح
لصالح المحافظه. حلو قوي. اذا اللي حصل في بحيره نيس انها كانت مزارع سمكيه تم ردمها بشكل ممنهج. اللي بتتابعه دكتوره غاده في الفتره الحاليه هي بس استعادتها للدوله واستخدامها استخدامات تعود بالنفع على المواطنين. بعد الفاصل ما زلنا في الحديث مع النائبه المثيره للجدل برضه احنا مصرين دكتوره غاده صقر. بما ان الوقت يعني بيسرقنا فخلينا بقى ندخل في القضايا الاكثر اهميه او اللي هي فعلا تهم المواطن وتهمنا عامه كمصريين. قضايا الفساد ناخد اول حاجه سريعا. هل في فعلا ملابس مستعمله دخلت دمياط او دخلت من المينا بنيه استخدامها لجمعيات خيريه وخرجت للسوق اتهربت؟ لا يا فندم الموضوع مش كده خالص. الموضوع ان انا قدمت طلب احاطه بيقول فيه انه بيتم اهدار المال العام في تهريب 20 حاويه في ميناء دمياط لبيعها في السوق المحلي. بمعنى ان احنا عندنا ما يسمى بالجمعيات الخيريه بينتسب اليها رجال اعمال بيقوموا ب هذه الجمعيات بتاخد منحه من وزاره التضامن وايضا اعفاء جمركي من وزير الماليه، وبالتالي اللي بينتمي لهذه الجمعيه وبيحب ان هو يدخل حاويات او صفقات على حس الجمعيات الخيريه ويقول ان هي داخله لفقراء مصر وجايه من سويسرا وبلجيكا الى اخره وكندا، زي الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ده، ان انا عندي 20 حاويه، ال 20 حاويه فيما يقرب من كام طن؟ من اكتر 167 طن. من 167 طن باسم، وده رقم هائل يعني. باسم جمعيات، من جمعيه من انا وجمعيه من سوهاج وجمعيه من الاسماعيليه الى اخره، ووقف على رصيف ميناء دمياط وجالي اخباريه سريه انه الحاويات دي هتدخل وهتيجي عندي بقى الاسواق. انا عندي دمياط الجديده وعندي جمصه وعندي راس البر، دي المصايف، وكان الصيف اللي فات مش الصيف اللي زي ده دلوقتي. اتصلت بالوزيرين واتصلت كمان بالداخليه وقلت لهم يتم ايقاف التعامل مع هذا الملف، وفعلا الى اللحظه تم ايقاف التعامل على مستوى كل الجمعيات على مستوى مصر بحيث ان كل الصفقات دي ما تاخدش اعفاء جمركي نهائيا. طيب بس كلام حضرتك ده يعني بس محتاج توضيح. كل الصفقات المفروض انها داخله من الجمعيات على انها ملابس مستعمله للفقراء، لفقراء مصر، وهي الحقيقه هي مش كده، هي ملابس للتجاره، هي ملابس هم جايين جايبينها يبيعوها ويستخدموها. او على مدار الاعوام اللي فاتت دي كلها، السنين اللي فاتت 30 او 40 سنه بياخدوا اعفاء جمركي، يعني بيهدروا على الدوله مليارات الجنيهات. وزاره التضامن على حضرتك وانه اهدار المال العام في تهريب 20 حاوي. تاني نرجع نقول ده الدور الاصيل للنواب انه يكشف فساد وانه يواجهه. طيب ليه اتهمتي لما اتكلمتي عن ملف الجامعه ان انت بتتهمي الجامعه في برضه بواقعه فساد، انه انت طعنتي على مسابقه الجامعه اللي تم الاعلان عنها، واتهمتي انه ده كان لاغراض شخصيه ولانه انت لم توفقي في الترقيه مثلا، ده صح ولا غلط؟ اولا انا خريجه 96 اتعينت معيده، اخذت ماجستير 2001 جامعه القاهره، دكتوراه 2003 جامعة الأزهر، قدمت الترقية لأبحاث علمية، يعني كان فاتي أنا أستاذ من سنتين ثلاثة فاتهم. القصة مش قصة شخصية، لأن حضرتك النهاردة بتتكلمي على وظيفة نائبة مش بتتكلمي على وظيفة دكتورة أكاديمية. وإحنا النهاردة لما نيجي نقول إن رئيس الجامعة السابق أنا اتهمته في بلاغ رسمي للنائب العام بالفساد المالي والإداري، وإن الموضوع قيد التحقيق إلى هذه اللحظة، وإنه تم ندب لجنة سباعية من المالية والجهاز المركزي إلى آخره، وأقرت ما زالت التحقيقات شغاله واقرت باهدار مال عام، واتكلمنا على مسابقه النهارده، حضرتك جاي تتقلد مقعد رئيس الجامعه وتتعمل لي 200 وظيفه. كل درجه وظيفيه في الجامعه مليون، يبقى 200 مليون حضرتك النهارده داخل، في حين ان الجامعه ناشئه وفيها انشاءات عايزين نشتغل فيها، ما فيهاش كليات صناعيه واحنا عايزين كليات صناعيه، ولا هندسه ولا بترول ولا تعدين واحنا عندنا المينا. انت النهارده بتعمل لي الوظايف دي ليه؟ فاعضاء هيئه التدريس على مستوى الجامعه من كليه التربيه الرياضيه لاداب انجليش لرياض اطفال تربيه عملوا استمارة التمرد، وهي اشمعنى دي استمارة التمرد اللي موجوده على كل السوشيال ميديا؟ ليه ما جبتوهاش معايا هنا استمارة التمرد؟ لا طيب هو بعيدا عن الواقع، ما الواقع حفظت وتم التحقيق فيها، لا فيها لا انها تم التحقيق فيها. لا 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 معلش حضرتك، ولا قضيه انا تناولتها تم اغلاقها.
طب قضية الغرفة التجارية ما محافظتش؟ لا لا طب محافظها زي ما انا لسه هكلم حضرتك عليها. ماشي اكمل في الجامعة وبعدين موضوع الجامعة. هو موضوع الجامعة فيه بس عشان اوضح الناس قالت هي كانت عايزة تنقل من كلية التربية لكلية الآداب ورفض طلبها فقامت على الجامعة. انا بنقل لك ما يقال عشان حضرتك عندك مساحة. ما هو النهارده اذا حضرتك بتتكلمي على وظائف 200 وظيفة ده تسهيل استيلاء على المال العام يعني تهمته معروفة في القانون ويقدر المستشار يتكلم في الموضوع ده. وبنتكلم على 90 مليون انشاءات جامعة. تقرير الوزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات بيقول ان في شبهة استيلاء على المال العام وده اللي أكده اللجنة السبعية والموضوع موجود في نيابة كفر سعد واحنا بنتمنى ان يتم الانتهاء من الموضوع ما يظلش مفتوح. بس يا فندم رئيس الجامعة قدم الطلب اللي حضرتك مقدماه بانك عايزة تتنقلي من كلية التربية نوعية لكلية آداب وبيقول انك يعني لما الطلب رفض فعملتي ليه او ليه 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 هو ايه علاقه ان هو انا مش من حقي كدكتوره في الجامعه ان انا انقل من مكان لمكان مش من حقي ان انا اقدم على الترقيه ده شغل اداري في الجامعه. ايه علاقه الشغل ده بان بتكلم في 90 مليون اداره مال عام وبتكلم في 200 وظيفه؟ ايه علاقه ده بده؟ دي وظيفه غير الوظيفه. هو النهارده علشان انا متغاظ من غدا صار اقول ان هي قلبت صندوق الزباله، متغاظ من غدا صار احل عليها بلطجيه علشان يعوروها ويعوروا اخوها، المره الجايه بطلقه بقى حضرتك ان شاء الله باذن الله يعني. وده اللي انا بطلب من القياده السياسيه ان هي تحميني من كل رؤوس الفساد اللي انا بتناول قضاياها. قصه الغرفه التجاريه وايه اللي بينك وبين النائب محمد الزين؟ انا ما في النائب محمد زين كل النواب اظن على قدم وساق بالنسبه لي واعتقد ان انتم شهدتوا ده في المجلس لما كان النائب عكاشه انا رفضت اسقاط عضويته النائب كذا وهكذا. اذا انا فكره نائب ماليش علاقه بقصه. لا ده بيقولوا النواب دمياط مقاطعينك واخدين جنب لوحدهم ده اللي قيل لنا من محررين البرلمانيين في المجلس. تقدر بقى ساعه المستشار يتكلم في الموضوع ده لانه انا علاقتي طيبه بيهم وبتكلم معاهم ومفيش اي حاجه. انما فكره النهارده ان انا بتكلم على الغرفه التجاريه ورئيس مجلس اداره الغرفه التجاريه وهذا الكيان فقط. هذا الكيان انا ما بتكلمش على الزميل. الراجل اتحقق والموضوع طلع ان هو للصالح. لا يقدر ساعه المستشار يتكلم فيه لانه لم يحفظ. الغرفه التجاريه الغرفه التجاريه كان بخصوص انه تم تخصيص قطعه الارض المتر فيها كان بجنيه تمام بالنسبه للمخصصات. فانا طبعا دوري النيابي يسمح لي ان انا اقدم بلاغ بمعزل عن اني انا في عداوه مع احد الاشخاص بعينه يعني سواء كان انا بتكلم عن صفته كرئيس غرفه تجاريه عايز اعرف ازاي المتر الجنيه ليه فضلت كل هذه السنوات لم تستغل ليه بعد كده فجاه تم استغلالها بعد كل هذه السنوات. ارض فقارة جديدة معرض اساس بالظبط. انا من حقي ان انا اقدم هذا البلاغ للاستفسار مش شرط ان انا اكون بتهم او بتهمه شخصيا باتهام معين ولكن من حقي استفسر انتهى هذا الابلاغ الى حقائق معينه خلاص انتهينا عشان افسر لنفسي ليه ده كان بجنيه وليه ما استغلش في وقت التخصيص ثم ترك كل هذه السنوات وبعد كده الامر مثير للشبهه والريبه. وانتهى التحقيق انتهى انه تم تقديم بعض المكاتبات وقالوا التخصيص صحيح الارض دي تشتغل لصالح البعض وفي برضه امور تانية هتصار في تحقيقات جديده اليومين الجايين دول بس طبعا الامر هيبقى قيد التحقيقات فمش هنقدر نفصح عنه دلوقتي. طب سياده النائبه حضرتك قلتي ان في او حصل مع اليوم السابع موقف معين او في قصه معينه تحبي نطرحها ولا لا نطرح كل حضرتك عشان ننور الرأي العام ونقولهم ازاي بيتم لوي الحقائق علشان احنا بنتناول قضية بتهم مصر مش بتهم حد غير مصر. يعني النهاردة اذا كان بنتكلم على 2-3-4 بيتحكمهم في زمان بلد فلا لازم نقول اذا كان في هنا خطأ نقول ان في هنا خطأ وعلى الاجهزة التنفيذية او القانونية ان هي تقول او لا. وده دوري النيابي. اللي عايز اقوله حضرتك انه بالنسبه لموضوع الغرفه التجاريه انا عندي صناعه الاساس في محافظه دمياط وهي عصب الحياه وان صناعه الاساس دي هي اللي كانت بتدي بتدفع ب 2 مليار حجم قناه السويس لميزانيه الدوله. النهارده اصبح عندي خواء في صناعه الاساس، اصبح عندي انهيار في صناعه الاساس. كل مكان عندي في كل مواطن بيمتهن هذه المهنه اصبح على شفا حفره من النار. احنا عندنا كل بيت فيه اكتر فيه مصنع يعني فيه 5-6 ورش بيمثلوا مصنع. اذا عندي اكتر من 100,000 ورشه تم غلق ما يقرب من 50,000 ورشه. اذا النهارده اللي انتخبني ده حضرتك اللي انتخبوني
كأول امرأة في تقلدت المقعد ده وضربت المالي من حقهم ان انا ادور لهم. ما تجيش على سؤالي ايه اللي بينك وبين اليوم السابع؟ اللي بيني وبين اليوم السابع، موقع اليوم السابع، ما انا هقول لحضرتك، ما هي بيتناول اليوم السابع حملة ممنهجة مدفوعة الأجر يعني إيه للتشويه. احنا للأسف ما عندناش حد من اليوم السابع ورود يعني للتشويه على صورة غدا صار. طيب احنا بشكرك شكرا جزيلا دكتورة غدا، النهاردة وضحتي كتير من الحاجات اللي كانت فيها لبس. بشكرك شكرا جزيلا سيادة المستشار، نورتونا. يظل دور النائب دور شديد الخطورة وشديد الحساسية، لكن يبقى الحكم للناس اللي انتخبوه واللي هيجددوا الثقة فيه إذا صلح، وإذا واللي لن يجددوا الثقة فيه إذا شعروا بأنه بيعمل لأغراضه الشخصية. بشكركم على المتابعة وتصبحوا على خير. If you go away on this summer day, then you might as well take the sun away. All the birds that flew in the summer sky when our love was new and our hearts were high. ياسين هتحميني من كل رؤوس الفساد اللي انا بتناول قضايا. قصه الغرفه التجاريه وايه اللي بينك وبين النائب محمد الزين؟ انا ما في النائب محمد زين، كل النواب اظن على قدم وساق بالنسبه لي، واعتقد ان انتم شاهدتوا ده في المجلس لما كان النائب عكاشه انا رفضت اسقاط عضويته، النائب كذا وهكذا. اذا انا فكره نائب ماليش علاقه بقصه. لا ده بيقولوا النواب دمياط مقاطعينك واخدين جنب لوحدهم، ده اللي قيل لنا من محررين البرلمانيين في المجلس. تقدر بقى ساعه المستشار يتكلم في الموضوع ده، لانه انا علاقتي طيبه بيهم وبتكلم معاهم ومفيش اي حاجه. انما فكره النهارده ان انا بتكلم على الغرفه التجاريه ورئيس مجلس اداره الغرفه التجاريه وهذا الكيان فقط. هذا الكيان انا ما بتكلمش على الزميل. الراجل اتحقق والموضوع طلع ان هو للصالح. لا يقدر ساعه المستشار يتكلم فيه لانه لم يحفظ الغرفه التجاريه. الغرفه التجاريه كان بخصوص انه تم تخصيص قطعه ارض المتر فيها كان بجنيه، تمام، بالنسبه للمخصصات. فانا طبعا دوري النيابي يسمح لي ان انا اقدم بلاغ بمعزل عن اني انا في عداوه مع احد الاشخاص بعينه، يعني سواء كان انا بتكلم عن صفته كرئيس غرفه تجاريه، عايز اعرف ازاي المتر الجنيه ليه فضلت كل هذه السنوات لم تستغل، ليه بعد كده فجاه تم استغلالها بعد كل هذه السنوات. ارض في القاهره الجديده اقامتها معرض اساس. بالظبط انا من حقي ان انا اقدم هذا البلاغ للاستفسار، مش شرط ان انا اكون بتهم او بتهمه شخصيا باتهام معين، ولكن من حقي استفسر. انتهى هذا الابلاغ الى حقائق معينه، خلاص انتهينا، عشان افسر لنفسي ليه ده كان بجنيه وليه ما استغلش في وقت التخصيص ثم ترك كل هذه السنوات وبعد كده. طب الامر انتهى على مصير إيه؟ للشبهه والغيبه. وانتهى التحقيق انتهى انه تم تقديم بعض المكاتبات وقالوا التخصيص صحيح الارض دي تشتغل لصالح البعض، وفي برضه امور تانية هتثار في تحقيقات جديده اليومين الجايين دول، بس طبعا الامر هيبقى قيد التحقيقات فمش هنقدر نفصح عنه دلوقتي. طب سياده النائبه، حضرتك قلتي ان في او حصل مع اليوم السابع موقف معين او في قصه معينه، تحبي نطرحها ولا لا نطرح كل حضرتك عشان ننور الرأي العام ونقولهم ازاي بيتم لوي الحقائق، علشان احنا بنتناول قضية بتهم مصر مش بتهم حد غير مصر. يعني النهاردة اذا كان بنتكلم على 2-3-4 بيتحكموا في زمان بلد، فلا لازم نقول اذا كان في هنا خطأ نقول ان في هنا خطأ، وعلى الاجهزة التنفيذية او القانونية ان هي تقول او لا، وده دوري النيابي. اللي عايز اقوله حضرتك انه بالنسبه لموضوع الغرفه التجاريه، انا عندي صناعه الاساس في محافظه دمياط وهي عصب الحياه، وان صناعه الاساس دي هي اللي كانت بتدفع ب 2 مليار حجم قناه السويس لميزانيه الدوله. النهارده اصبح عندي خواء في صناعه الاساس، اصبح عندي انهيار في صناعه الاساس. كل مكان عندي في كل مواطن بيمتهن هذه المهنه اصبح على شفا حفره من النار. احنا عندنا كل بيت فيه اكتر في مصنع، يعني في 5-6 ورش بيمثلوا مصنع. اذا عندي اكتر من 100,000 ورشه تم غلق ما يقرب من 50,000 ورشه. اذا النهارده اللي انتخبني ده حضرتك، اللي انتخبوني
كأول امرأة في تقلدت المقعد ده وضربت المالي من حقهم ان انا ادور لهم. ما تجيش على سؤالي، ايه اللي بينك وبين اليوم السابع؟ اللي بيني وبين اليوم السابع، موقع اليوم السابع، ما انا هقول لحضرتك، ما هي بيتناول اليوم السابع حملة ممنهجة مدفوعة الأجر يعني إيه للتشويه. احنا للأسف ما عندناش حد من اليوم السابع ورود يعني للتشويه على صورة غدا صقر. طيب احنا بشكرك شكرا جزيلا دكتورة غدا، النهاردة وضحتي كتير من الحاجات اللي كانت فيها لبس. بشكرك شكرا جزيلا سيادة المستشار، نورتونا. يظل دور النائب دور شديد الخطورة وشديد الحساسية، لكن يبقى الحكم للناس اللي انتخبوه واللي هيجددوا الثقة فيه إذا صلح، وإذا واللي لن يجددوا الثقة فيه إذا شعروا بأنه بيعمل لأغراضه الشخصية. بشكركم على المتابعة وتصبحوا على خير.